عليكم جديد معكم احمد مونو النهارده شويه شباب هنشرح حركه ال 6 ال 6 وهنشرح بيها حركه البي 6 محمد كورديوا ال 6 هي محاره في الاول بي 6 محمد كورديوا يلا شباب مع بعض نشوف الحركه وهنا شباب حركه بي 6 اللي هي ال 6 مبدأ الاول بالطاق كده كبدايه بالطاق بقى بقى في شويه شويه زي ما انت فاكر شباب بكده بفد الست كده لما تشوف المنظر ده كده لعبة الشباب لعبة ستريت لعبة فراعنة لعبة العظماء لعبة تاني مش أحد يلعبها لعبة جامدة جدا تترشقة تبني الجسم جامد دي الست برضه كبداية بفع الفيست بسيرني بتنجي شوية دي بحالة كبداية معاها مبتدعة والشيب بحاول ارفع بي 6 بحاول ارفع بي 6 ده مش فاكر شباب بحاول كده اني بحاول ممتدة شوية ما سمعتش في الحركة بعرف بي 6 كده مش فاكر شباب ما سمعتش كده فاتت شوية فالشيب بحاول ارفع خالص فوق خالص بي 6 عليكم اتمنى لايك وسبسكرايب وشير القناة لا تنسوا الفيديو دي كان معكم احمد مون حبايبي كده محمد قدمة يا رب الفيديو يكون عجبكم اتمنى شو تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة بس ياكل كل جديد وجديد كان معكم احمد مونو شباب ألقاكم إن شاء الله في مرة قريبة في فيديو جديد السلام عليكم.